وانضم لنا من الناصرة ناظر مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. في البداية أريد أن أسألك، ما الذي سيحدث غدا في فلسطين أستاذ مجلي؟ مساء الخير أستاذة منى ولك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. طبعا لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بالضبط، ولكن من الواضح أن هنالك رسائل متبادلة. إذا قرأنا ما وراء السطور فيها نلاحظ أن هنالك محاولات للتهدئة، يعني يتحدثون في غزة من قبل حماس أنهم لن يسمحوا بالمساس بالأقصى، وإسرائيل تؤكد أن هذه المسيرة لا تستهدف الأقصى وهي بالفعل لن تصل إلى الأقصى. وفي إسرائيل أيضا اتخذوا قرارا بأن لا يهاجموا العلم الفلسطيني، ولذلك هنالك محاولة لتطويق الأوضاع. المشكلة هي أن مثل هذه المظاهرات وعدد كبير من المشاركين فيها هم من المتطرفين الذين مارسوا في الماضي اعتداءات جسدية على المواطنين الفلسطينيين في المتاجر التي يمرون من القرب منها، فهم يأتون إلى الباب العمود ثم إلى الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة. وهنا وهذا يعني حسب القرار الإسرائيلي سيمر من هناك 16,000 متظاهر، وفي المقابل سيكون هناك 8,000 سيمرون في الحي المسيحي من باب الخليل. وخلال مرورهم أمام المحلات التجارية يمارسون اعتداءات وشتائم بذيئة على المواطنين، وهذا يستفز المواطنين ولذلك يردون. فكيف يمكن أن تشتعل النيران في هذه الحالة؟ من الممكن أي بصيص من الشرارة من الممكن أن يشعل الوضع. طيب أستاذ مجلي، يعني صحيح أن إسرائيل قد تكون تراجعت نوعا ما بالسماح برفع الأعلام الفلسطينية، مع رغم أنها تركت هذا الموضوع للشرطة الإسرائيلية بالسماح بذلك من عدمه، ولكن يعني هل غدا يمكن أن تتراجع قوات الاحتلال عن هذه المسيرة، عن حتى المخطط لهذه المسيرة، الطريقة التي ستسلكه، أم أن ربما ما سيحكم ذلك هو حجم الحشد والرباط الفلسطينيين في المدينة المقدسة؟ في السنة الماضية تراجعت إسرائيل في اللحظة الأخيرة، ولكن كان هناك بنيامين نتنياهو لديه ثقة في النفس أكثر من نفتالي بنت. نفتالي بنت اليوم يشعر بعدم ثقة في النفس ويحاول أن يثبت لليمين الإسرائيلي أنه ما زال يمينيا، ونحن عشية الحديث عن انتخابات، ولذلك هذه عناصر مهمة. إسرائيل كالعادة سياستها الداخلية هي التي تقرر سياستها الخارجية، ولذلك قد ندفع ثمن محاولات نفتالي بنت إرضاء اليمين الذي جاء منه وما زال ينتمي إليه ويشككون فيه، ولذلك يحاول أن يثبت أنه ما زال ذلك القائد اليميني وأنه أقوى من نتنياهو، ولذلك لن يتراجع. ولكن طبعا هنالك ضغوط حقيقية من الخارج وهنالك ضغوط من الشارع، واليوم كان هناك استفزاز في باب العمود، فإذا تكررت الاستفزازات من الممكن أن تشتعل الأوضاع قبل أن تنطلق مسيرة الإعلام، وبذلك من الممكن بالفعل أن يكون هناك تأثير عليها لتغيير مسارها، ليس مضمونا ولكن هذا واحد من الاحتمالات. السنة الماضية ربما قد كسرت هيبة إسرائيل ووصلتها صواريخ غزة في العمق الإسرائيلي، هل هذه السنة تريد ربما إسرائيل أن تظهر لحماس وللعالم أنها قادرة على الردع الإسرائيلي مرة أخرى؟ إسرائيل تحاول بالكلام طبعا أن تتوجه بهذا الشكل لحماس، وهي نشرت قواتها أيضا والبطاريات القبة الحديدية في حوالي القدس وحوالي قطاع غزة، وهددت مباشرة حماس بأن تقوم بعملية حربية ردا على أي صاروخ سيطلق. وحماس من جهتها أبلغت الوسطاء ما بين إسرائيل وبينها، وأقصد مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، كلهم تدخلوا في هذا الشأن، وهي أبلغت أنها ليست معنية بالتصعيد وكذلك إسرائيل، لكن الجميع يستعد لأن قضية الكرامة هنا توضع في صدر الاهتمام، ولكن يوجد أمل في أن لا تنفجر الأوضاع ويخرج الجميع منتصرين في نهاية المطاف. يعني يقولون أن المسيرة لم تعتدي على الأقصى، إسرائيل تقول أنها أسارت في المسيرة كما هو مخطط وكما جرى في سنوات سابقة، وبذلك تنتهي المسألة، ولكن هذا في حدود الأمل أكثر مما في حدود الواقع، لأن كما أشرت هنالك استفزازات وهنالك قوة يمين متطرف وهنالك إسرائيليون عاقلون حتى من المؤسسة الدينية
يناشدون بنبذ المستوطنين المتطرفين الذين سيحاولون تصعيد الأوضاع عبر هذه المسيرة بنتيجة بطريقة الاعتداء على الفلسطينيين. طيب تحدثت قبل قليل أستاذ مجلي على أن نتنياهو لديه ثقة في النفس السنة الماضية أكثر حتى من بنت. الليكود صحيح أنه يحشد لهذه المسيرة منذ يوم أمس، هل يريد نتنياهو توريط بنت يوم غد؟ بالتأكيد، يعني هذه مهمة مقدسة بالنسبة لنتنياهو. هو يشعر أنه يقترب كثيرا من إمكانية إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة من طرفه أو الذهاب إلى انتخابات جديدة. طبعا استبدال الحكومة ليس سهلا، القانون في إسرائيل لا يعطيه الكثير من الإمكانيات لأنه يحتاج إلى تجنيد 61 نائبا من الآن إلى جانبه ضد هذه الحكومة، وهذا غير متوقع. لذلك يبقى له أن يدفع باتجاه انتخابات، ونرى أن الخطاب السياسي والممارسات من اليمين بقيادة الليكود تصب كلها في اتجاه واحد، هو الانتصار في المعركة الانتخابية القادمة. استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو سيرتفع كثيرا هذه الانتخابات، سيصل إلى 59 مقعدا وربما 60 مقعدا، بقي له مقعدين يعني حتى يضمن بشكل نهائي أنه هو المتفوق، وهذا يريد أن يحققه عن طريق الشارع، ويحاول أن يحققه عن طريق الشارع بخلال هذا الخطابات، هذه الممارسات وهذا الضغط على حكومتنا. ما فهم حضرتك أستاذ مجلي أن ربما لاعتبارات داخلية إسرائيلية لن يعود بنت أو يتراجع عن تنظيم هذه المسيرة، مسيرة الأعلام كما هو مخطط لها، ولكن هل يستوعب بنت أستاذ مجلي أنه يسير على شعرة فقط ربما إذا تجاوزت هذه المسيرة الخطوط الحمر؟ نعم هو يشعر بذلك، ولكنه يجري الحسابات الأساسية على من خلال أيضا التشاور مع الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية هي التي حسمت في أن تكون المسيرة غدا بالطريقة التي خططوا لها. الأجهزة الأمنية عموما كانت ضد هذه المسيرة، ضد المسار لهذه المسيرة، كانت من أجل أن تكون المسيرة في المسار السابق الذي حصل في السنة الماضية واستجنبوا فيه باب العمود والحي الإسلامي. لكن عندما اتخذ القرار بأن تكون المسيرة كما هي، جاءت أجهزة الأمن وقالت لنفتالي بنت أن التراجع عن هذا القرار الآن سيلحق ضررا أكبر بهيبة إسرائيل أمام الفلسطينيين، وسيقود مرة أخرى السيادة الإسرائيلية بين قوسين على القدس. ولذلك اتخذوا القرار معا، وليس سهلا على بنت الآن أن يتراجع أمام أجهزة الأمن، خصوصا وأنه أعلن نهائيا تماما أنه بعد التشاور مع أجهزة الأمن اتخذ هذا القرار. وبالمناسبة هذه الحجة التي يتضرع بها بنت اليوم أمام الأمريكيين الذين حاولوا أن يمارسوا ضغطا عليه لكي يتراجع عن مسار المسيرة، ولكنه أبلغهم أن أجهزة الأمن تقول هذا الأمر، وهذا سيمس في إسرائيل وربما سيجعل الفلسطينيين يتطاولون على إسرائيل وعلى ضيوفها. وهذا التلميح بأن بايدن نفسه سيصل إلى إسرائيل في زيارة في الشهر القادم، وهذا التلميح إلى أن الأوضاع عمليا ستزداد توترا وتلحق ضررا أيضا في الولايات المتحدة وليس في إسرائيل. شكرا جزيلا لك من النصر أستاذ ناظر مجلي الخبير في شؤون الإسرائيلية، شكرا لك.